والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس مجلس الشعب الولائي، السيدة والسادة أعضاء اللجنة الأمنية، السادة نواب البرلمان بوفاته، السيدة عضو المجلس الأعلى للشباب، السيد ممثل الأسرة الثورية، ممثلي الأسرة الثورية، السيدات والسادة الصحفيين، ناشطون بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، سادة إطارات الولاية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحيي اليوم بفخر كبير فعاليات اليوم الوطني للصحافة المصادف ل 22 أكتوبر من كل سنة، بعدما تم تأجيله تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المحنة على إثر اعتداء الكيان الصهيوني على إخواننا الفلسطينيون بغزة الذين يتعرضون لأبشع الجرائم والاعتداءات القاسية والدموية المنافية للقيم الإنسانية. وإذ نتوجه من هذا المنبر بالتحية إجلالي وإكبار وتقدير للشعب الفلسطيني على صموده وانتصاره بالرغم من فظاعة وبشاعة ما يتعرض له من انتهاكات واعتداءات وجرائم ستدون كوصمة عار في تاريخ البشرية. نلتقي في هذا الجمع الكريم لنخلد تاريخ أول عدد من جريدة المقاومة الجزائرية وما قدمه الأولون من تضحيات جسيمة متخذين من مجال الإعلام وسيلة رفعت بها الأقلام النضالية والكلمة الصادقة والصوت والصورة المعبرين للتنوير الرأي العام حول عدالة القضية الجزائرية وأحقية الشعب الجزائري في الحرية والسيادة الوطنية، دون أن ننسى ما قدمه شهداء الواجب الوطني من الإعلاميين والصحفيين خلال العشرية السوداء. نحتفل اليوم بهذه المناسبة الطيبة في خضم التحولات الجديدة لقطاع الإعلام الذي نجابه فيه تحديات ورهانات أصبح فيها الإعلام ركيزة أساسية أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل الإعلام الجديد الذي يشكل خطراً على مستخدميه على إثر الانتشار الرهيب للأخبار المغلوطة والزائفة، في ظل ما أصبح يعرف بحروب الجيل الرابع وما نجم عنها من تطور سريع لوسائل الإعلام والاتصال وتكنولوجياتها الحديثة وتداعيات فورة المعلومة وهيمنة شبكات التواصل الاجتماعي على الأفراد والجماعات، مما يدعونا إلى التحلي بالروح الوطنية العالية والتمسك بالهوية والمرجعية الدينية وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار لكسب كل الرهانات. أيتها السيدات والسادة الكرام، وإنه لا يفوتنا ونحن نحيي هذا اليوم المبارك أن نشيد بمجهودات السيد رئيس الجمهورية في إطار مساعيه النبيلة الرامية لتحقيق الرقي والازدهار في كنف الجزائر الجديدة، كما نثمن عزم السيد الرئيس في دعم نشاط وسائل الإعلام وتسجيل التزاماتها الرامية لإصلاح المنظومة الإعلامية لبلوغ ممارسة راقية وحرة للمهنة لا حدود لها سوى القانون والأخلاق والأداب العامة والضمير المهني في سبيل تكريس حق المواطن في الإعلام في ظل المكاسب المحققة ضمن مقاربة شاملة ترمي إلى إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية من خلال المصادقة على نصي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والإلكترونية وبالنشاط السمعي البصري بما يبقى للممارسة الصحفية إلى المهنية والاحترافية. وفي سياق ذي صلة، فإني على يقين بأن الأسرة الإعلامية المحلية على اختلاف القنوات الناشطة بها فإنها تعمل بجد وكل لتفعيل دورها النبيل في سبيل تحقيق إعلام موضوعي وطني بالدرجة الأولى، كما عهدناكم في مرافقتكم للمصاري التنموي للولاية من خلال إيصال المعلومة بكل صدق موضوعية ونزاهة ونقل انشغالات المواطنين بأمانة ناهيك عن سعيكم الدؤوب لتقية مضامين رسالتكم بمهارة وإبداع لبلوغ إعلام جواري هادف. سيدات السادة الأفاضل، اسمحوا لي أن أقف وإياكم وقفة ترحمية على كل شهداء الواجب الوطني وعلى الصحفيين والمراسلين الذين غادرونا ملتحقين بالرفيق الأعلى متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وأعود لأترحم بهذه المناسبة
على الصحفيات والصحفيين الذين ضحطوا، الذين راحوا ضحية العدوان الصهيوني لمنعهم من نقل الحقائق والصورة التي تعكس بشاعة ولا إنسانية المحتل للأراضي الفلسطينية الطاهرة، ناهيك عن التضييق الذي يتعرض له ممارسو هذه المهنة النبيلة خلال نقلهم لما يعانيه الفلسطينيون من أطفال ونساء وشيوخ عزل بغي التضليل الرأي العام العالمي. كما نترحم على كل الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الاعتداء على غزة والأراضي المحتلة لفلسطين، راجين من المولى العلي القدير أن يتقبلهم عنده من الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. وفي الختام أتوجه إلى كل أعضاء الأسرة الإعلامية بخالص التهاني، متمني لكم تحقيق المزيد من النجاحات والتألق، وكل عام وأنتم بألف خير. وفقنا الله جميعا لتحقيق الغايات والمساعي النبيلة خدمة للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.